كينوض مسكين كثر كلك من جوج حتى ثلاثة مرات في النهار وبالليل التبول رغم انه ما عنده لا سكر لا والو. اوكي، اول حاجه ما يبقى صغير هذا العسل الحر ياخذ لك بالناس العسل راه نشف نعطيو حتى الوليدات الصغار تا هما راه مزيانين. واحد الحاجه واحد القصه كان وقعت لساركوزيا، كان غير يخطب خد صوبه بالبصله وقالوا لي ونصحوه قالوا لي راه البصله راه تتبول بزاف. إيه. كان مجبور سبع الخطرات يقطع الخطاب ديالو على البصله، ما تاكلش البصله بزاف في العشيه، من العشيه حتى الليل راه غتبولك بزاف. هذا من جهه. الور قلنا كاين بزاف الحوايج اللي يحبسوا البول. الور من احسن الحوايج واحد الحفنه ديال الزريعه البيضاء يفطر بها يوميا. عندنا حفنه ديال الخزامه يشدها يتبخى في طرود الماء يصفيها يكب كاس، ياخذ بصله يحكها يعصرها، ياخذ العصير ديالها يزيدو في ذاك الكاس يشربو قبل النعاس قبل الفطور. الور عندنا السالميه، الشيح، ترمس، نوار الكرموس الهندي، الورق ديال الكاليبتوس، قشور ديال الفول، الورق ديال المزاح، كاع الاعشاب ديال السكر صالح لهذا السيد. عندنا الورق ديال الخيزو، يستعمل الورق الخيزو راه صالح ليه حتى هو بزاف.